لماذا دائما الخيانة عربية؟ ولماذا نعلق أخطاءنا على شماعة الغرب والمؤامرات الخارجية؟ ما هو عشان كده؟ عشان هذا حيلة الضعيف، حيلة الضعيف الكلام، حيلة الضعيف الكلام. زي بالضبط حاجة طريفة أقولها لكم، اسمعوا ولا بلاش. رجل كان راكب حماره، وبعدين جاء راجل في توم وراح ماسكه بإيد واحدة، راح عزه في الأرض ونزل عليه لغاية لما طاح. فمرته تقول له: معلش يا أبو محمد، أنت اتدهولت وبتاع. لا اسكتي، كنت بقول له: يا كلب يا حقير، الله تدهولك وكسر عظمك. ماذا تصنع هذه الكلمات وراء هذا الضرب الصراح الذي أشبعت به؟ يعني سال دمك وتكسرت يعني أعضاؤك، وكاد عظمك أن يتقطع، وتقول بعد كده: أنا شتمته؟ يا راجل يا طيب. كذلك نحن، هذا حالنا، هذا حالنا. تخرب ديارنا وتؤخذ أموالنا ويعتدى على أعراضنا وتنتقص ديارنا بالاستيلاء عليها، العراق وفلسطين وأفغانستان، كل ديار الإسلام دلوقت. ولا نملك إلا ماذا؟ الاستنكار والشك. والآن ما عادش لا استنكار ولا شك. يعني كان الأول بنستنكر، بنشجب، بننكر، هذا لا يجوز، لابد من الانسياق وراء القرارات الدولية والالتزام بمقررات الأمم المتحدة والبنود الخاصة برعاية حقوق الإنسان والكلام اللي ما عندناش بيقولوا حتى الكلمتين دول، ما عادوش بيقولوه. ذلة ليس بعدها ذلة، وصغار ليس بعده صغار، وهذا عاقبة من ترك شرع الله عز وجل.